بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ما هي العلاقة التي تربط بين التربية والمجتمع؟ في الإجابة على هذا السؤال هنالك ثلاث نظريات. النظرية الأولى تؤمن بأصالة الفرد. هذه النظرية تنطلق من أن الفرد هو المحور، الأنا هو المحور. إذا كان الفرد بخير فكل شيء بخير، وإذا كان الفرد في شر فكل شيء في شر. هذه النظرية ابتنيت عليها الحضارة المادية. الحضارة المادية تعتقد بأنك هو الأصل ولا يهمك إلا ذاتك. هذه النظرية التي بنيت عليها الحضارة الغربية والحضارة المادية بشكل عام، شاهدتم ورأيتم ما ترتب عليها من مآسي وما ترتب عليها من ويلات. عندما يكون الفرد هو الأصل وتكون المصالح الفردية هي الأصل، لا يعود يهم الإنسان أي شيء ليذهب العالم كله إلى الجحيم، لينتهي كل شيء، المهم أن أسلم أنا. هنالك ملك كان يحكم دولة معينة، هاجم الأعداء مناطقه الحدودية، نقل الخبر لذلك الملك لذلك السلطان. قال الملك: لا يهم، فليأخذوا المناطق الحدودية، المهم أن بقية الدولة وبقية المملكة باختياري. تقدم الأعداء وأخذوا مدينة ثانية، فقال: يكفيني ما أنا مسيطر عليه. تقدم الأعداء إلى أن لم تبق إلا العاصمة، قالوا للملك، قال الملك: ما دمت حاكما على هذه العاصمة فلا يهمني شيء. حاصروا العاصمة وحاصروا قصر الملك وأخذوه وذبحوه وانتهى كل شيء، المهم أن يكون هذا الشخص حاكما على العاصمة. أما أن تذهب الدماء، أن تراق الدماء، أن تذهب الأعراض، فلا يهمه ذلك إطلاقا.
هذه النظرية الأولى، نظرية أصالة الفرد. النظرية الثانية، نظرية أصالة المجتمع. المجتمع هو الأصيل، الفرد لا يعتبر إلا برغي في معمل. ما هي قيمة برغي في معمل؟ ليس لهذا البرغي دور، وإنما هو أداة مجردة. الفرد في المجتمع لا هوية له، لا كيان له، وإنما هو أداة مسخرة لخدمة المجتمع. هذه هي النظرية الثانية. وقد رأيتم أن الحضارة التي بنيت على نظرية أصالة المجتمع كيف انهارت. هذه الحضارة العملاقة، هذه الحضارة التي كانت مزودة بتلك الأسلحة العظيمة التي كان بإمكانها أن تفني الكرة الأرضية عدة مرات، هذه الحضارة انهارت في طرفة عين، تحولت إلى دويلات متناثرة تستجدي الطعام من الآخرين. أما النظرية الثالثة فهي نظرية الإسلام. الإسلام يعتقد بأصالة الفرد وأصالة المجتمع معا. هنالك توازن في النظرة الإسلامية بين الفرد وبين المجتمع. الفرد له دوره، ولكن دور الفرد لا يلغي دور المجتمع. المجتمع أيضا له دوره، ولكن دور المجتمع لا يلغي دور الفرد. أنت كفرد لك كيان، لك شخصيتك المتميزة، بإمكانك أن تعيش في مستواك اللائق بك، طبعاً المستوى الحقيقي، مو المستوى الموهوم، مو المستوى الاعتباري الخيالي، لا، المستوى الحقيقي. لك حق أن تعيش في ذلك المستوى. إذا كان من شأنك أن يكون لك بيت، لك أن تمتلك ذلك البيت. إذا كان من شأنك أن تمتلك سيارة، لك حق أن تمتلك السيارة. وكل شيء يليق بكيانك الواقعي، ولكن في ذلك الوقت يجب أن يكون للمجتمع حضور في نفسك، يجب أن يكون للمجتمع حضور في حياتك اليومية، لأن شخصيتك المتميزة، كيانك المتميز لا يلغي المجتمع ولا يجعلك تتمكن أن تصرف النظر عن المجتمع. هذه هي النظرة الإسلامية التي تعتمد التوازن بين الفرد وبين المجتمع. بعد هذه المقدمة التي طرحناها كمدخل، نأتي إلى حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كيف كان علي صلوات الله وسلامه عليه يعيش؟ ماذا كانت نظرته إلى المجتمع؟ كيف كان يتعامل مع الطبقات الضعيفة، مع الفقراء، مع المساكين في المجتمع؟ أول ظاهرة
نلمحها في حياة علي صلوات الله وسلامه عليه، التفاعل الوجداني مع آلام المجتمع، مع هموم المجتمع. ماذا يعني التفاعل الوجداني؟ التفاعل الوجداني معناه أن الإسلام يعتقد بأن الإنسان في ذات الوقت الذي يجب أن يكون عقلانياً، في ذات الوقت يجب أن يكون عاطفياً. العاطفة كمال في الإنسان، حالة الرحمة، حالة الرقة، حالة التألم لآلام الآخرين. التفاعل مع آلام الآخرين وهمومهم هذه ليست نقصاً في الإنسان، لا تنافي الرجولة، بل إنها صفة كمال في الإنسان. لاحظوا الشارع المقدس، راجعوا كتاب العروة الوثقى في آداب الدفن المستحبات قبل دفن الميت وحين دفن الميت وبعد دفن الميت، هنالك مستحبات. من جملة هذه المستحبات أن الإنسان عندما يسمع بموت مؤمن، تسمع أن شخصاً توفي، تعرف ذلك الشخص أو لا تعرف ذلك الشخص، تبكي لأجل ذلك الميت، سواء كنت تعرفه أو كنت لا تعرفه، قريباً كان أو بعيداً، أن تجلس وتذرف الدموع على هذا الميت. هذا من المستحبات الشرعية التي وردت روايات متعددة في ذلك. هذا الكيان الذي انطفأ، هذا الجسم الذي كان ينبض بالحيوية والحرارة، تحول إلى مجرد اسم على شاهد يوضع في المقبرة. ما هو مصير زوجته؟ ما هو مصير أطفاله؟ تتذكر هذه القضايا وتبكي، لا تتباكى. التباكي يعني التظاهر بالبكاء، لا حقيقة تبكي. هذه الظاهرة لا يمكن أن تنبع إلا من قلب رحيم، من قلب عفو، من قلب شفيق. هكذا يريد منا الإسلام، تتفاعل لموت ميت عادي. فكيف إذا كانت القضية أكبر من ذلك؟ كيف إذا كانت القضية أكبر من هذا الحجم؟ الشخص الذي لا يتفاعل مع آلام المجتمع، إيمانه ناقص، دينه ناقص. علي صلوات الله وسلامه عليه الذي كان له بث يذوب منه الجماد، عندما كان يدخل ميدان المعركة الفرسان العظام كانوا يرتجفون، مرحب المعروف كان يرتجف عندما يرى عليا صلوات الله عليه. هذه القوة وهذه الشكيمة وهذا البأس، لكنه عندما يأتي في صفين، علي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن وضعت الحرب أوزارها، يطوف على القتلى ويلاحظ من هم الذين سقطوا في ميدان المعركة، يصل إلى عمار بن ياسر، يجلس علي صلوات الله وسلامه عليه على جسد عمار، وعمار غارق في دمائه وقد فارقت روحه جسده، يأخذ رأسه ويضع رأسه على فخذه ويذرف الدموع
ويقول: أيا ألا أيها الدهر الذي ليس تاركي، ألا أيها الموت الذي ليس تاركي، أرحني فقد أفنيت كل حليلي. أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تسعى نحوهم بدليل. يقوم علي صلوات الله وسلامه عليه ويكفف دموعه، وعندما يعود إلى الكوفة يأتي إلى يتامى عمار، يحتضنهم، يبكي وينشد هذه الأبيات التي سمعتموها من الخطباء حفظهم الله: ما إن تعوذت من شيء رزقت به، كما تعوذت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. هكذا يتفاعل عندما يرى يتيما صلوات الله وسلامه عليه لا يتمالك نفسه، يطلق العنان لدموعه. هكذا يجب أن يكون المؤمن عندما يسمع بأن جيش معاوية غزا منطقة الأنبار. معاوية في الأيام الأخيرة بدأ بغارات. الشباب المثقف من الجيد أن يقرأوا كتاب الغارات، كتاب جيد ولطيف وفيه معلومات غنية. ماذا فعل معاوية؟ معاوية كان يرسل قادة الجيوش يأتون إلى منطقة، يقتلون أهل تلك المنطقة، يتعدون على النساء في تلك المنطقة لإثارة الرعب والفزع. هاجم جيش معاوية الأنبار وقتلوا مجموعة من الناس. هؤلاء يعتبرون شهداء عند الله سبحانه، ولكن الشيء الذي يؤلم علي صلوات الله وسلامه عليه يحز في نفسه، يجعله يذرف الدموع ويتفاعل، أن هذا الجيش الغازي دخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة. يدخلون في البيوت، ماذا يصنعون في البيوت؟ ينزعون من المرأة قلادتها، ينزعون منها معضدها، ينزعون منها حجلها وقلائدها. يصعد فوق المنبر ويبدي تأثره الشديد ويقول: فلو أن امرئا مسلما مات بعد هذا أسفا، ما كان به عندي ملوما، بل كان به عندي جديرا. ماذا كان علي صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا كان يشاهد هذه الأوضاع المزرية التي ترونها في بقاع متعددة من العالم، لا يكتفون بنزع القرص والقلائد والفجل، وإنما يتعدون إلى أكثر من ذلك؟ هل من إيمان المسلم ألا يتفاعل تفاعل نفسي مع هذه الأحداث؟ ألا يهتم بهذه الأحداث؟ أن يقول كما يقول المثل الفارسي: إذا استطعت أن أسحب سجادتي من النهر فليذهب العالم كله إلى الجحيم. هل هذا من إيمان المؤمن؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ميت، قالوا له: لماذا تبكي؟ قال: إنما نهيتكم عن الجزع ولم أنهكم عن البكاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. الشخص الذي لا يرحم المساكين، الشخص الذي لا يرحم الفقراء،
لا يحق له أن يتوقع الرحمة من الله سبحانه وتعالى، إنما كلمة حق، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ببذل الرحمة تستنزل الرحمة. إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يرحمك فارحم الآخرين، ببذل الرحمة تستنزل الرحمة. هذه الظاهرة الأولى في حياة علي صلوات الله وسلامه عليه، ظاهرة التفاعل الوجداني العاطفي. الظاهرة الثانية: المشاركة العملية. التفاعل الوجداني وحده ما يكفي، يجب أن نشارك عملا مع الفقراء مع الضعفاء. من أيام كان في المدينة عندما كان فقيرا صلوات الله وسلامه عليه، وحتى انتهى إلى الكوفة عندما كانت تأتيه الألوف المؤلفة. علي صلوات الله وسلامه عليه لم يكن فقط يشارك الآخرين، كان يكثر الآخرين على نفسه. في المدينة لم يكن عنده شيء، كان يذهب ويستقي. الاستقاء عملية صعبة، الاستقاء بالطرق القديمة في الآبار القديمة، يستقي ويأخذ أجرا على هذا العمل. يأتي متعبا، ماذا يصنع بهذه الأموال التي جمعها؟ يذهب ويتصدق بها في سبيل الله، ولكن الجوع يمضه، يذهب ويشد حجر المجاعة على بطنه. الأفراد الذين كان يمضهم الجوع يوميا ثلاثة أيام لا يجدون طعاما، كانوا يضعون حجرا على بطونهم لتخفيف بعض الآلام. كيف يرضى المسلم أن ينام في الليل وبطنه مليء بالطعام في الغرفة الحارة تحت الوسائل المجهزة، وهنالك أفراد يعيشون 30 درجة تحت الصفر ولا يخطرون لهم على بال ولا يشاركهم حتى بالقليل؟ لو كنا مكانهم ماذا كان موقفنا؟ الكبار يموتون جوعا، يموتون من البرد. الصغار يموتون جوعا ويموتون من البرد. في مدينة لماذا نذهب بعيدا؟ نقل أحد الخطباء حفظهم الله تعالى جميعا ونفعنا بأنفاسهم، نقل أحد الخطباء في إحدى المدن لا أريد أن أسميها، يقول: كان يأتينا في الليل صراخ الطفل، الطفل يبكي، لم نستطع أن ننام في تلك الليلة. الطفل بكى وبكى وبكى إلى الصباح. في الصباح رأيت ذلك الفرد أو عائلته ذهبت إلى عائلته، ماذا كان في هذا الطفل؟ قال: هذا الطفل كان جوعان ولم يكن هنالك حليب عند أمه، لأن الأم التي لا تتغذى كيف ترضع طفلها باللبن؟ ما كان هنالك حليب. قالت تلك المرأة: لماذا لم تطعموه الماء والسكر؟ قالت تلك المرأة: لم يكن هنالك سكر في البيت. في مدينة فيها الأثرياء وفيها التجار يبكي الطفل من الليل إلى الصباح لأنه لا يجد الحليب. كيف يرضى المسلم أن ينام دون أن يفكر لحظة واحدة في هؤلاء؟
علي صلوات الله وسلامه عليه بعد إذن عندما امتلك الألوف، علي صلوات الله عليه كان ثريا لم يكن رجلا عاديا. هل تعلمون الوارد السنوي لعلي صلوات الله عليه كم كان؟ المؤرخين راجعوا البحار، علي صلوات الله عليه وارده السنوي من الذهب فقط، وارده الشخصي مو وارد بيت المال، بيت المال له حساب آخر، وارده الشخصي 40,000 دينار ذهب. الدينار الذهب الآن كم يسوى؟ الدينار الذهب لاحظوا سابقا الخروف كان يشترى بدينار، دينار ذهب تدفع تشتري خروفا. الآن من ناحية القوة الشرائية الخروف بكم يسوى؟ لنفرض أن الخروف يشترى ب30 دينار مثلا، 30 اضربوه في 40,000 كم يصير؟ 1,200,000 دينار حسب القوة الشرائية. يعني وارد علي صلوات الله وسلامه عليه من أملاكه الشخصية في كل شهر ما يعادل 100,000 دينار تقريبا، 100,000 دينار على وجه التقريب. ماذا كان يصنع بهذه الأموال؟ علي صلوات الله وسلامه عليه رأى شخص عنده أحمالا من النوى، فقال له يا علي ما هذه النويات أو ما هذه الأحمال؟ فقال 100,000 نخل إن شاء الله، وزرعها بيديه وكلها أنتجت 100,000 نخلة. هذه كانت الثروة الشخصية لعلي صلوات الله عليه. وحكم الكوفة أكثر من 4 سنوات، ولكن يقول الراوي دخلت عليه في الخورنق وعليه شملة بالية وهو يرعد من البرد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا وقال اللهم قه الحر والبرد. علي صلوات الله وسلامه عليه كما ذكره بعض العلماء ما كان يتأثر من الحر والبرد، يعني ما كان يمرض، ولكنه كان يتألم من الحر والبرد. الألم شيء والمرض شيء آخر. يقول وجدته وهو يرعد من البرد، قلت له يا أمير المؤمنين إن لك في بيت المال عطاء، إن لك ثروة. قال جئتكم من المدينة وأنا في شملة هذه، وإذا خرجت من كوفتكم بغير هذه الشملة إذا أنا خائن. أين كانت تذهب هذه الأموال؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطة. ذلك الرجل عندما يرجع الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، يرجعان من دفن علي صلوات الله وسلامه عليه، يسمعان بكاء من خربة، يأتيان إلى تلك الخربة، ما يقول الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنا شعليه أنا ما يخصني. عندما تسمع بكاء اذهب، لماذا يبكي؟ لماذا تبكي؟ أنت مسؤول أمام الله عن ذلك. يجدون شيخا يئن في الخربة، ما بك يا شيخ؟ كان هنالك رجل صالح يأتي إلي يطعمني بيديه، يقوم على شؤوني بنفسه، وقد انقطع عني 3 أيام. قال الإمام الحسن صلوات الله عليه صف لي هذا الرجل. قال عندما كان يسبح
كانت الأحجار واللبنات كلها تسبح معه. عندما يقول سبحان الله الجدار يقول معه سبحان الله. عندما سمع الإمام الحسن والحسين صلوات الله عليهما ذلك بكيا وقال هذا أبونا علي صلوات الله وسلامه عليه وقد ضرب منذ 3 والآن عدنا من دفنه. حسب بعض الروايات شهق الرجل شهقة كانت فيها نفسه. من لهؤلاء الرجال العجزة؟ من لهؤلاء الفقراء المنقطعين غير علي صلوات الله وسلامه عليه؟ حاكم دولة لا يغره مكانه، لا يغره منصبه، يقوم بنفسه على شؤون الضعفاء والمساكين. الحديث في ذلك طويل، ولكن في اللحظات الأخيرة من حياته هل تعلمون ماذا كانت وصية علي صلوات الله عليه؟ قال أوصيكما وجميع ولدي وأهل قرابتي ومن بلغه كتابي هذا. يعني علي يخاطبنا صلوات الله عليه، من جملة وصايا الله الله في الفقراء والمساكين، شاركوهم في معائشكم. مو كل إلي أنا كل شيء، الآخرون أيضا لهم نصيب. هذه صفحة متواضعة من حياة علي صلوات الله وسلامه عليه. وكلمة أخيرة هذا الأسبوع يتعلق بعلي صلوات الله عليه. في الرواية يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. الموالي يجب أن يظهر ولاءه في هذه المناسبة. كيف؟ أنت قدرتك فيما بينك وبين الله، ماذا تتمكن أن تبدي في هذه المناسبة بينك وبين الله؟ افعل. أضعف الإيمان أن تأخذ الحلويات إلى البيت، تجمع العيال والأطفال. هذا يوم ميلاد علي صلوات الله عليه، اشرح لهم قليلا من فضائل علي وبناته. في المحل خذ علبة من الحلويات، كل مشترك جاء قدم إليه قطعة من الحلويات. لماذا؟ إنه يوم ميلاد نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أضعف الإيمان، ولكن كل فرد مسؤول أمام الله أن يبذل ما في وسعه لإظهار حبه وولائه. اللهم ثبتنا على ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، وأمتنا على ولايته، واجعلنا من المتمسكين بنهجه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.